الدنيا مقبلة، الفتوحات، الخير، اتساع رقعة البلاد، فأتى للأمة بجبل شاهق ودواء ناجع، سدا منيعا أمام الفتن، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، العدوي القرشي أبو حفص الفاروق، أسلم وعمره 27 سنة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من أرخ التاريخ، وأول من دون الدواوين، وأبو الفتوح عمر الذي فتح الشام كلها ومصر، فتح بلاد الري وأذربيجان ومعظم بلاد إيران اليوم رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه يمسك بيده اليمنى أذنه اليسرى فيقفز على الفرس فكأنما خلق على ظهره. عمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، وكان رضي الله عنه وأرضاه كما قال عنه بعض الصحابة: كنا نرى أن بين عيني عمر ملك يسدده ويقومه، فما ينطق بشيء إلا وينزل القرآن موافق لعمر في رأيه، فما ظنكم؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يراهن أو يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. قال للنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا عليه في الغيرة، قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كما نطق بها عمر. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر مخالفة لرأي بعض الصحابة: أرى أن تضرب أعناقهم، بينما كان أكثر الصحابة يرون الفداء، فنزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يقول عمر لما جاء عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بموت والده رأس المنافقين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وجاء ليصلي عليه، يقول: وثبت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، تصلي عليه وقد قال كذا وكذا، أذكره ببعض مساويه. فقال، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت، من رحمته صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما مكثنا إلا يسيرا نزلت الآيتان في سورة براءة، في سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول ابن مسعود، وابن مسعود هذا يا أخوان رضي الله عنه، يقول: لقد أحببت عمر والله ما يلا، لقد أحببت عمر حبا حتى خشيت على نفسي. يقول ابن مسعود في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. إي والله، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح ونسوة من قريش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عنده عالية أصواتهن يستكثرنه، يعني في النفقة يطلبن الزيادة، عالية أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر وعرفوا صوت عمر سكتنا وابتدرنا الحجاب. فدخل عمر بعدما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ورسولنا صلى الله عليه وسلم يضحك. قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة اللاتي كن عندي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك يا عمر ابتدرنا الحجاب وسكتن. قال عمر: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت وقال: يا عدوات أنفسهن، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبن. قلنا له: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، يعني ما فعلته من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله أمر محمود رضي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. قال العلماء:
الحديث على ظاهره وهو الأقرب في المعنى أن الشيطان إذا رأى عمر من طريق ذهب من طريق آخر، لأن عمر ملئ إيمانا من رأسه إلى قدميه. جل ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قبس، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وقال: بين أنا نائم رأيت أني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري فأعطيت فضلتي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. يا إخوان، عمر هذا لما ولي الخلافة وأصبح أمير المؤمنين يقول: إنه لا يحل لي الله في زمن ضاعت فيه الأمانة ورتع الكثير في أموال المسلمين وقل الأمناء، يقول عمر: لا يحل لي من مال الله إلا حلة في الصيف وحلة في الشتاء، ثم قوتي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم، آكل من طعام المسلمين، ثم بعد ذلك أنا رجل من المسلمين، وحج وليس له كساء أو خيمة، يستظل بكساء يضع على الشجرة ويستظل، رضي الله عنه وأرضاه. وفتح الدنيا، قال أسلم مولى عمر لما كان عام الرمادة، تغير لون عمر، كان يقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. وقال: لو لم يرفع الله المحل عن المسلمين عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. قال لعبد الرحمن بن عوف وقد نزلوا تجار، قال: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ كان يحرس ويعس ومعه الدرة، فسمع في الليل سمعت صوت صبي يبكي، فقال: يا أمة الله، يكلمها من وراء الحجاب: يا أمة الله أسكت الصبي. ومضى، رجع وجد الصبي يبكي، قال: اتق الله يا أمة الله أسكت الصبي. قالت: ما لك ولنا، إني أشغله عن الفطام، له كذا وكذا شهرا أشغله فلا يسكت. قال له: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم، ما يفرض من بيت المال إلا للمفطوم. فرجع عمر القهقراء وهو يبكي ويقول: ويح عمر، كم قتل من أطفال المسلمين من ورع وخوف من الله. قالوا: وصلى بهم الفجر لا تستبين قراءة من البكاء، ثم تكلم وقال: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. في الحديث الحسن عند الإمام أحمد، جاءه أبو هريرة فقال: جاء من البحرين ومعه مال، فسلم عليه عمر، قال: ما عندك؟ قال: معي 500,000 درهم، مبلغ كبير. قال عمر: انظر ما تقول. قال: 500,000 درهم. قال عمر: ماذا قلت؟ قال: 100 و100 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 حتى عد خمسا. قال عمر: لعلك ناعس، اذهب إلى أهلك. وعمر له هيبة، اذهب إلى أهلك، فإذا جاء الصباح بعد الفجر فتعال، لعلك ناعس ما تدري ما تقول. فرجع، فلما جاء في الصباح أخبره، قال: 500,000 درهم. قال عمر: طيب، حلال من الخراج؟ قال: نعم، ما علمت إلا ذلك. فوقف على المنبر قال: أيها الناس، قد جاءنا مال كثير، فإن أحببتم أن نعد لكم عدا أو نكيل لكم كيلا. فقام رجل من الصحابة قال: يا أمير المؤمنين، إنا رأينا عند الأعاجم أنهم يجعلون ديوانا يضبطون بالدواوين، فمن ذلك اليوم وضع الديوان. ففرض عمر للمهاجرين 5,000 في 5,000 لسابقتهم، وفرض للأنصار 4,000 في 4,000، وفرض لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12,000. يا إخوان، فتح الله على عمر فتحا عظيما. جاءت الكنوز، وسيأتي معنا الفتوحات، سنقف معها تسمعون العجائب في الفتوحات، وكيف رأى عمر الدنيا من الذهب والفضة والقصور بين يديه، وماذا فعل بها رضي الله عنه، وكيف كان حال الصحابة في عهده عندما اجتمعوا عليه، وكان رضي الله عنه شديد الخوف من الله، فأخاف الله منه كل شيء. رضي الله عن عمر وأرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.